دقيقتين العربيين الافريقيين، المنتخب المصري والمنتخب الجزائري. الكره للمنتخب المصري الان. فما جي باسيف، ما رفعوش يديهم، ما رفعوش يديهم لانه الاوفينو ما عرف وقت ياخذ الوقت المستقطع. احمد الاحمر يلعب مع محمد علاء، محمد علاء، وفما فما تدافع، فما تدافع بين الاثنين، فما تدافع بين الاثنين، وظل يمشي يخرجهم الزول، لا يمشي يخرجهم. قول ما فما شيء الحكم، قول ما فما حتى شيء، فما دفاع، وفما ما حبش كستر يلعب كوري بالي، لكن ظل يمشي يرفعوا يديهم الحكام الان لانه الكره طالت اكثر من اللازم. دقائق الاخيره، ثواني الاخيره، وانا اقول ثواني الاخيره، فما سبعة أمتار، سبعة أمتار دفاع في المنطقة، سبعة أمتار دفاع في المنطقة. هذه إضافة متاع اللاعبين الخبرة بصراحة. المراوغة كانت جيدة، رغم أنه المراوغات دائما واضحة متاع حسين زكي، اللي جاء عمل التغطية بلقاء من قاسم فلاح هو اللي كان خلف المنطقة. سبعة أمتار، تغيير الحال. خالد غمال، خالد غمال يدخل. هيا خالد، هيا خالد. مباراة ما كانت سهلة بصراحة على الجانبين. سوسا كاس تحكي مع خالد. On peut aller en finale. Il y a des épisodes qui me font en ça passe ou ça casse. Hadari Mel Ahmed. Ahmar Ahmed. Rarement il rate Ahmed. Rarement Ahmed il rate. يسجل احمد الاحمر بعمليه فنيه 40 ثانيه امام المنتخب الجزائري او اقل لتعديل النتيجه. الحكام ما يوقفوش الكرة، ما يوقفوش التوقيت، ما يوقفش الا التوقيت. لكن الان وقت مستقطع ياخذ المدرب صلاح بوشكريم. وقت شو الوقت ويمشي. لا لا لا، شو يرجع الوقت اكيد، لانه النقاشيين عندهم الوقت الصحيح. ثواني اخيره، 25 24 المنتخب المصري المنتخب الجزائري مقابله الدور النصف النهائي. المشاهدين انا لو طابلو هذاك الكرونومتر ما راهوش لي المباراه، ما باش نكونفيرمي المشاهدين بلي انا رجعوا رجع على الوقت، رجع 6 ثواني، كانوا 6 ثواني. نعم، راهي 29 دقيقه و 29 ثانيات و 31 دقيقه، نصف دقيقه تفصلنا على نهايه المباراه. إذا المنتخب الجزائري باش يركز ويحاول أن يكون هادئ، فإنه باش يوصل للمرمى المصري. إذا باش يتسرع وباش يحاول أنه يسدد في آخر وقت، فإنه باش يكون بصراحة مش باش تعطي نتيجتها للمنتخب الجزائري. هذه توصيات نتصور نتاع المدرب بوشكريو، أنه يحاول يلعبوا بهدوء ويحاولوا يوصلوا للمرمى المنتخب الجزائري بعد عملية فنية، مش بطريقة اندفيدويال أو بطريقة فردية. والمنتخب المصري من ناحية يلبس دوسار رقم 11، مكان الحارس، مكان الحارس باش يدخل، خاطر ساباس وساكاس، ونعدلوا النتيجة وتروح لنا لابالي ماركو دوزيام بيوت، ساباس وساكاس. لكن مقابلة وفية للتقاليد، هذه تقاليد الجزائر مصر دائما المباراة ما فيهمش واحد رابح قبل وقته، أو ما فيهاش برونستيك مسبقا، ما فيهاش فرضيات، وفيهاش نتائج مسبقة. ما نحبش نشوف، ما نحبش نشوف، ما نحبش نشوف، ما نحبش نشوف، بالله عليك. رجل لرجل، يرسم الاخطاء العارضة. فوت فوت فوت، وي 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 وي. المنتخب الجزائري، الجزائر في الدور النهائي، الجزائر في الدور النهائي. الله اكبر، الله اكبر. سيناريو، سيناريو غريب، سيناريو غريب، سيناريو غريب صراحه، سيناريو غريب للمنتخب الجزائري صراحه، سيناريو ولا اروع ولا احلى للمنتخب الجزائري. هارد لك للمنتخب المصري بصراحه، المنتخب المصري لعب بالنار اليوم.